السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة احنا هنتكلم عن رؤية العقرب في المنام. رؤية العقرب في المنام رؤية غير محمودة، بس انا عايزة اقول حاجة قبل ما اتكلم عنها. عايزة كل عنده اي رؤية او اي استفسار يخش يشرفني على صفحتي على اليوتيوب او على الفيسبوك، وان شاء الله انا هكون معاكم وهرد عليكم باذن الله. رؤية العقرب يا جماعة في المنام بتدل على الغيبة والنميمة وكسرة الاذى، تمام؟ رؤية العقرب في المنام بتدل ان انت لو شفت العقرب في المنام ان حد بيتكلم في ظهرك او بيغتابك او بيجيب سيرتك بسوء، تمام؟ طيب لو الست متجوزة وشافت العقرب على سريرها، اعرفي ان دي في خيانة زوجية، واحدة بتخونك او جوزك بيخونك مع واحدة، والله اعلى واعلم. طيب رؤية العقرب لو واحد شاف نفسه في المنام ان هو بياكل العقرب ني، اعرف ان انت بتاكل مال حرام، بتاكل مال ايتام، واكل ورث حد، تمام؟ والله اعلى واعلم. طيب لو حد شاف نفسه ان هو شاف العقرب قدامه بيتشوي او بيتحرق، اعرف على طول ان انت في ورث كان متاخد منك او فلوس مسروقة منك هترجع لك بإذن الله، تمام؟ طيب لو بنت عزباء شافت العقرب في المنام، ده يا حبيبتي بيبقى دليل على ان انت مصاحبة ناس منافقة، ناس فاسقة بتغتابك، بتخرب عليك، بتضر لك. لو جايلك عريس بيمشي، لو مخطوبة الخطوبة بتتفشكل، ده دليل على كده. العقرب لو شفتيه دليل على كده لانه مؤذي، والله أعلى وأعلم، تمام؟ طيب والعقرب يا جماعة دليل على الحسد. لو شفتي عقربة داخلة من بيتك أو على عتب، اعرفي إن دي ست بتأذيكي أو واقفة تحسدك في الدخلة والطلعة بتحسدك. طيب لو حد شاف العقرب وهو بيموته أو بيولع فيه، اعرفي إن ده عدو وانت انتصرت عليه أو عدوة وانت انتصرت عليها، والله أعلى وأعلم. رؤية العقرب الأسود رؤيته غير محمودة، دلل على الإفلاس ودلل على المشاكل ودلل على القرب ودلل على انفصال اللي هو الطلاق بين الواحد والواحد، انفصال بين الرجل ومراته. دلل رؤية العقرب الأسود وحشة غير محمودة بالمرة، تمام؟ أما رؤية العقرب الأصفر فدي حبيبي دل على تعب، وعكة صحية، مرض، فده بيدل على كده، ده رؤية العقرب الأصفر. طيب لو واحد في شغله وشاف راجل في شغله وشاف في عقرب قدامه، اعرف على طول ان ربنا بعت لك الرسالة دي، ان في واحد هيأذيك في شغلك، في أكل عيشك، في المكان اللي انت فيه. ولو يعني ربنا أراد ان انت موته في الرؤية، اعرف ان شاء الله ربنا هينصرك عليه وهيكفيك شره وهيبعده عنك بإذن الله. يعني اللي يشوف في المنام ان هو موت عقرب، يعرف انه تخلص من نصيبة او حاجة وحشة كبيرة، والله اعلى واعلم. يا ريت ما تنسناش باللايك والشير وفعلوا الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.